ترتيب المساك شباب صبايا، زي ما حكيت لكم بتمنى تعملوا فولدر عندكم اسمه جي اي زي ما انا عامل، وعلى الاقل يكون جواته 5 فولدرز اكزامز، يعني اي كويز بتعمله او مطلوب منك تحط المعلومات اللي ريليتيف او ريليتد له جواته، ليكتشرز اللي موجودين على المودل ضمن ليكتشر تعملهم داونلود بتحطهم جواته، والفيديوز بتحطهم جوات الفيديوز، حتى الفيديوز يعملوا زي ما انا عامل تخربشوا، اعملوا جوات الفيديوز 2 فولدرز، واحد اكسرسايزز واحد ليكتشرز، لانه زي ما انتم شايفين في عندنا فيديوهات لهم علاقه بالليكتشرز بحطهم جوا ليكتشرز، وفي لهم علاقه بالبراكتيكال او الاكسرسايز بحطهم جواتهم. هذا ترتيب مليح. الشيء الاخر في الترتيب اللي مهم جدا التريننج هاند اوت والتريننج شيب فايلز، يعني عندكم على الموديل محطوط التريننج هاند اوت والتريننج شيب فايلز، بروح بعمل داونلود لواحد من هنا وواحد من هنا، واحد بحطه في الهاند اوت واحد في الشيب فايل. هلا في طالب بجوز عندكم او في الشعب الثاني كان عامل داونلود من الهاند اوت كان رقم واحد، رد عمل في نفس الفولدر داونلود من شيب فايلز فعمل اوفر رايت لان انا معطيهم نفس الاسم، فضروري يكون هذا الترتيب موجود عندكم، انه اللي له علاقه بالليكتشرز ليكتشرز فيديوز فيديوز شيب فايلز هاند اوت، رتبوا المساق من البدايه بتتغلبوش. اما يكون عندكم فولدر كل شيء تتحشوه جواته ما بتقدروش ترجعوا له بشكل سهل، وممكن الملفات تعمل اوفر رايت يعني لما يكون نفس الاسم حدا بيغطي على الثاني. هلا احنا في الهاند اوت كل تمرين احنا اللي حنعملهم بالمناسبه 11 تمرين او الماده مقسمه ل 11 شابتر اذا بنسميهم شابترز، احنا عملنا الاول نظري وعملي، عملنا رقم 2 نظري، اليوم بنعمله عملي. هلا الجانب العملي لكل شابتر مقسم بالشكل التالي، مقسم هاند اوتس يعني وصف للاكسرسايز، وفي الشيب فايلز الشيب فايلز اللي الاكسرسايز بوصفهم هون، فالكوردينيت سيستم والماب بروجكشن اللي هو الاكسرسايز لليوم. اذا انا بفتح الملف الخاص فيه يظهر عندكم اكسرسايز 2.1 اسمه كوردينيت سيستمز اند ماب بروجكشنز، الاوبجكتيفز تو سيرف از ان انترودكشن تو ذا يوز اوف كوردينيت سيستم اند ماب بروجكشن، يعني مقدمه عن استخدام نظم الاحداثيات او انظمه الاحداثيات المختلفه، to give you a quick experience in working with geographic and the projected coordinate system. نعطيكم الان خبره سريعه باستخدام الاحداثيات الجغرافيه او البروجكتد اللي هي معمول لها اسقاط. هذا الاكسرسايز حننفذه او حنحقق هاي الاهداف من خلال الداتا اللي موجوده فيه الويست بانك اوتلاين والويست بانك جفرنرز، بحيث انا معطيكم الويست بانك اوتلاين كشيب فايل دوت اس اتش بي، وهذه gives the outline of the west bank at the projected coordinate system، يعني معطيكم اياها بالنظام الاحداثي اللي معمول له بروجكشن، ومعطيكم الويست بانك governorates اللي هي بتبين لنا المحافظات اللي في الضفه المختلفات at geographic coordinate system، يعني الهدف ان انا معطيكم بيانات لفلسطين كل واحده بكوردينيت مختلف، كيف نحاول نوقعهم او نطبقهم على بعضهم. هذا هو يعني المين او الالتيميت اوبجكتيف من هذا الاكسرسايز. وبحكي لكم وهذا الكلام مكرر في كل الاكسرسايزز اللي هي البروسيجرز موجوده في فيديوز، وهي الفيديوز ابلودد انتو ذا موديل، وبنحكي بليز نوت ذات ذا فيديو از اديمو فور جي اس بيجنرز، يعني هو شيء تعليمي which can guide you or them to complete this exercise. However, you are encouraged to be creative and to go much beyond on your own. يعني مش فقط اللي موجود في الفيديو تلتزم فيه وكأنه يعني تشعر حالك مقيد، لا حاول يعني اليوم بدنا نتعلم كيف نعمل البروجكشن الصحيح للويست بانك اوتلاين والجفرنس. طب ما في عندنا شيب فايلز في شابتر واحد، في عندنا الردس وفي عندنا الكوميونيتيز وفي عندنا شغلات حكينا عنها وما كان لها كوردينت، برجع بجرب بعمل لها كوردينت. فحاول يعني ما تقيد حالك فقط في اللي موجود في هذا الفيديوز، حاول يعني خذ المبادره مشان تتعلم ويصير عندك خبره افضل. اذا هذا لكل اكسرسايز في عندنا وصف زي ما انتم شايفين. هلا الاكسرسايز 2.1 وين موجود الداتا تبعته؟ بنفتح الجي اي اس اللي بدنا ننفذه، يعني اللي هي الويست بانك اوتلاين والويست بانك جفرنريت، بنفتح الارك ماب، بدنا نعمل اد للداتا موجوده ضمن اللي هي كوردينيت رقم 2 في تريننج شيب فايلز، انتبهوا كوردينيت سيستمز اند ماب بروجكشنز اكسرسايز 2 هيهم governorates و outline، نعمل لهم selection نعمل add. هلا ننتبه انه المسج اللي كانت تطلع عنا في البدايه اللي كانت تحكي انه special reference is missing ما ظهرت عنا، شو السبب؟
السبب اني انا ضفت بيانات الكوردينيت لها معرف الاوتلاين بروبرتيز معرف لها البلستاين جريد والجفرنوريتس اذا بروح على البروبرتيز اللي لها معرف لها الدبليو جي اس 1984 الدبليو جي اس 1984 هذا اسمه جيوغرافيك سيستم والبلستاين جريد شو اسمه بروجكتد كوردينيت سيستم. اذا لحد الان شو اللي عملناه؟ ضفنا تو شيب فايلز الويست بانك اوتلاين معرف حسب البلستاين جريد يعني بروجكتد والويست بانك جفرنرتس معرف حسب الجيوغرافيك اللي هو دبليو جي اس 1984. هلا اذا بنطلع اذا بنطفي نعمل لهم لونين واضح بينهم التناقض اذا بطفي الاوتلاين ما تحت منها الجفرنرتس شو السبب؟ معناه الثنتين نفس المكان الجغرافي ليش ما بشوف الجفرنرتس تحت منها؟ ممكن تعتمد على الاوتلاين يعني لانها كل واحده بنظام احداثيات مختلف كل واحده بداته مختلف واحده معموله بروجكتد واحده جيوغرافيك عشان هيك ما بنطبقوا على بعض اذا هذا اول معلومه نعرفها انه كل واحده معموله بكوردينيت مختلف. طيب اذا بدي اشوف كل واحده منهم معبي الشاشه يعني لما اعمل زوم تو فول اكستنت هيك بيكون طب كل واحده لحالها رايت كليك على الاوتلاين زوم تو لاير إذا بطفيها ما بشوف الثانية تحت منها طب وينها؟ رايت كليك على الجفرنرت زوم تو لاير كل واحدة تقع في مكان لأنه الريفرنس مش نفسه إذا مرة ثانية كيف بدك تشوف كل واحدة أي واحدة فيهم زوم تو لاير الملاحظة إذا بنعمل احكي يا النوس بس قبل ما نروح ملاحظة اثنين إيه لما حطينا احنا البروبرتي تبعت الرسمه هاي اعطتنا اللي هي الجريد بلستاين وهذيك اعطتنا كمان اسم معرف الاحداثيات هسه ايش الفرق بين هاي الاحداثيه وهي الاحداثيه الاحداثي البلستاين جريد اللي هو نظام الاحداثيات المحلي لفلسطين الثاني دبليو جي اس 1984 نظام الاحداثيات الجغرافي العالمي اللي بيبين موقع فلسطين حسب نظام الاحداثيات العالمي اللي هو لاتيتيود ولونجيتيود تمام خطوط الطول ودوائر العرض مليح؟ مليح دكتور. طيب هلا لما مرة ثانية ما انطبقوا على بعض لأنه واحدة معمولة بناء على نظام إحداثي محلي اللي هو بلستاين جريد وواحدة معمولة بناء على نظام الإحداث العالمي اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض. هلا الملاحظة الثانية اللي هي إذا أنا بعمل زوم تو لاير وبحرك الكيرسر وريفر انتبهوا كيف؟ انتبهوا على الإحداثيات اللي تحت 170,000 180,000 170,000 200,000 بتراقبوا الاحداثيات كيف تتغير معي 190 95 170 يعني بحاول احرك على حدود الضفه الغربيه يعني تقريبا عندنا من 140,000 ل 200,000 بالاكس والواي. اذا الهنت اللي بدي احكي لكم اياها اذا انت عندك بيانات معموله على البلستاين جريد بتكون الاحداثيات بالاكس بالواي وذن اللي هي 150 200,000 هاي ضروري تكونوا متقنينها عارفينها كثقافه جي اي اس. اذا عندي بيانات معموله على الجيوغرافيك جريد اللي هو دبليو جي اس 1984 لاحظ بحرك الكيرسر وريفر انتبهوا على الاحداثيات اللي تحت 35 32 مع اختلاف الفواصل اللي هي لما حكينا عن اللات واللونج لفلسطين تقع ما بين خطوط الطول ودوائر العرض اللي هم تقريبا 30 بلس 30 بلس بالاتجاهين. مراقبين كيف الاحداثيات؟ اذا انت عندك بيانات لفلسطين وكانت تتراوح ما بين شيء 30 بالاتجاه اللات واللونج اعرف انه هذه احداثيات جغرافيه. واذا كانت 150,000 200,000 170,000 140,000 اعرف انه هذه معموله على البلستاين جريد. هلا احنا اللي موجودات عندنا معرف لهم الكوردينيت مره ثانيه هذه جيوغرافيك وهذه بروجكتد اللي هي البلستاين جريد بدي اعمل لهم ريموف يعني في هذا التمرين بدي اعطيكم كل شيء ممكن ضمن نظام الاحداثيات بحيث نشوف كيف نتعلم صح. بدي اروح على موقع اللي مخزن فيه انا الشيب فايلز نفسه هذول اللي انا تعاملت معهم واطلع كيف شكل الملفات اللي هي training shape files coordinate systems and map projection exercise 2 هاي البيانات اللي عندنا west bank governorate west bank outline
موجود عندنا 14 ملف. اذا بفتح الملفات الجي اي اس من الويندوز اكسبلورال بشوف كل واحد منهم باكثر من اسم، لكن اذا بفتحهم من الار كتالوج كل ملف كم مره بشوفه؟ مره واحده. عشان هيك حكينا الار كتالوج فور جي اي اس داتا مانجمنت. اذا بدي اعمل رينيم، بدي اعمل كابي بيست، اسهل ما اني اقعد انسخ ملفات سبعه هناك بتعامل مع ملف واحد. هلا اذا انا فتحته من الويندوز اكسبلورال مش من الار كتالوج، في الار كتالوج ما بتشوف اللي بدي اورجيكم اياه، بتشوف احد الملفات اسمه بي ار جي، موجود للجفرنورتس، موجود بي ار جي للاوتلاين. هذا اللي له علاقه بنظام الاحداثيات، بدي اعمل لهم ديليت، ما حينضرب الملف. وانا معني اعمل ديليت مشان اوصلكم مسج انه ملف الربط لو انشال من ملفات الشيب فايلز المختلفه ما حينضرب الملف، حيضل شغال. لكن اذا بشيل الملف اللي هو دوت اس اتش بي، هذا لو اعمل له ديليت خلاص راح الملف. هذا الاساسي اس اتش بي. اذا اعمل ديليت لمين؟ دوت بي ار جي. بضطر استدعي الملفات كمان مره. هلا لما اعمل اد شو تتوقعوا يظهر عنا؟ بيظهر عادي بس بيكون مش معروف عادي يعني. بس بدون بدون بيعطينا مسج ولا ما بيعطينا مسج؟ بيعطينا مسج. اعطانا المسج انه اللي انتم تعرفوها انه unknown special reference، انه الكوردينيت مش معرف. وحكينا لكم هاي المسج بامكاني اعمل كليك هون بحيث ما اشوفها، لا يعني اني ما شفتهاش معناها لهم كوردينيت. بس انا بحب دائما وانتم بالنسبه لكم ما تعملوا تشيك، خليها هيك بتعطيك انطباع انه هالبيانات اللي بتضيفها معرف نظام الاحداث ولا لا. بدي اعمل اوكي، اجت نفس البيانات ما تغير عليها اي شيء، بس الفرق اني انا مزعت الهويه او مزعت شهاده الميلاد، صارت undefined، والثانيه اكيد undefined. هذه الخطوه الاولى. اذا كان عندنا بيانات ما لهاش coordinate system لما اضيفها بيعطينا مسج انه special reference is missing، وبالتالي بتظهر بدون coordinate system. طيب لو عملت زوم برضه هاي نعطيها لون تناقض مع حداقه، زوم تو لاير، هذه ما لها نظام احداثيات مش معرف. لكن لما انا عملت زوم تو لاير اعطتني زي انتم شايفين 170000 180000 150000، اعرف انه هذه بالاصل ما احنا متاكدين انه حذفناه مش موجود. بس انت تخيل اعطتك البيانات هيك، يعني مش كان موجود وانت حذفته. بدك تعرف انه اذا بدك تعرف كوردينيت لازم تعرف البالستاني جريد. اذا انت عندك شيب فايل لفلسطين بتعمل زوم تو لاير بيعطيك الاحداثيات وذن 140000 مثل حد 200000 بالاكس وبالواي هيك تتحرك، اعرف انه الاحداث المناسب لها بالستاين 1923 جريد. واذا عندك بيانات لفلسطين بيانات شيب فايلز بتعمل زوم تو لاير وبعطيك 35 32، حتى لو مش معرف اعرف انه هذا المناسب إلها الجيوغرافيك اللي هو WGS 1984. هدول الملاحظتين مهمات جدا جدا، انه انت بدك اول شيء تتنبأ. طب انا بدي اعرف نظام الاحداثيات، شو النظام المناسب؟ اذا بروح بعرف لهذه اللي امامكم 35 32 بعطيها بالستاين جريد، زي اللي بشيل نمر سيارته بحط نمرة سيارة جاره، يعني شيء مزور مش حقيقي. زي اللي بشيل هوية صاحبه بيسحب الصورة بحط صورته، هوية مزورة، شهادة مزورة. اذا لازم تعرف الشيء الصح شو بدك تعطي الكوردينيت المناسب. اذا لما تعمل زوم تو لاير بدي اعيدها 100 مره بيعطيك شيء 35 32 within 30، هذا جيوغرافيك جريد دبليو جي اس 1984. اذا بتعمل زوم تو لاير زي الويست بانك اوت لاين وبعطيك زي ما انتم شايفين 180000 150000 200000، هذه بيكون نظام الاحداثيات المناسب هو البروجكتد 1 اللي هو بلستاين 1923 جريد. هذه الملاحظة ضرورية جدا جدا تصير كثقافة عامة عندكم. طب بدنا نعرف الاحداثيات، يعني عرفت انه هاي بدي اعطيها البلستاين، هذه بدي اعطيها دبليو اتش اس، من وين بنعرفه؟ في عندنا موجود في شريط الادوات، بس هذا بدي اعمله انا مينيمايز من وين مينيمايز. هيك احسن. في عندنا هنا ارك تول بوكس، شايفين الكيرسر عندي، في
في عندكم بين كاستمايز وبين ويندوز. تكبس عليها اول مره بتكبس عليها بتاخذ وقت. فهي ظهرت الارك تول بوكس. هلا اول مره بتضيفها بتكون موجوده لحالها اول مره بتستدعيها بتظهر هيك بهذه الصوره. هلا الشيء الصح بدل ما يكون عندك الشاشه اللي انت بتشتغل عليها الماب ديسبلاي مليانه بالتولز، تمسك التول بوكس زي ما انا مسكتها هيك بتزتها جوا هون دراج دروب. بعد ما تصير جوا اضرب عليها ضربتين تترتب مع التابل اوف كونتنت، بتصير وكانه زي الاكسل شيتس، واحد تابل اوف كونتنت اللايرز اللي انا ضفتهم، واحد ارك تول بوكس. اذا بعيد، اذا انا بدي اطلعها برا بمسكها من تحت طلع وين الكيرسر بمسكها بزتها برا هيك بتصير عندك. ما فيش يعني، في ناس بشوفهم هيك يرتبوهم بس انا بشوف انه بضلش سبيس عندك هيك، يعني بكون عنده التابل اوف كونتنت وعلى يمين التول بوكس. بس وين سلبيه هاي الطريقه؟ انت غطيت جزء من الشاشه اللي انت بلزمك. الافضل بمسكها بزتها جوا بضرب عليها ضربتين ترتبت مع التابل اوف كونتنت، هيك افضل كترتيب للعمل. اذا هاي اول خطوه، فتحنا التول بوكس. هاي التول بوكس حنستخدمها خلال المساق بشكل كبير، لانه كثير من الامور اللي حننفذها او البروسيسز حننفذها من خلال ارك تول بوكس او ارك تولز. في عنا عدد كبير من التولز او من الصناديق. طلع هاي كم صندوق جواتها، تفتح اي صندوق تلقى جواته تولز كثيره. طب اي تول اللي بتلزمني مشان اعرف الكودر سيستم، تخيلك اقعد ادور فيهم واحده واحده مش حوصل مش حخلص. المهاره اللي انا متعلمها وبحب اعلمكم اياها، بوصل للتول اللي بدي اياها بشكل سريع من خلال استخدام السيرش. هاي السيرش شايفينها تحت كاستمايز بين الارك كتالوج وبين التول بوكس. هاي السيرش عندي هنا. هلا انا بدي اعمل نظام احداثيات. نظام الاحداثيات اللي هو بيجي من كلمه بروجكشن، فبكتب كلمه بروجكت او بروجكشن بعمل انتر لاني اول مره هبدا اعمل هون ديليت. كمان مره بروجكت انتر. هاي التولز اللي فيهم كلمه بروجكت او بروجكشن. هلا التول اللي احنا بدنا نستخدمها في تعريف نظام الاحداث، لان انا عملت لهم ديليت البي ار جي، اول شيء بدي اعرفهم، بدي اعرف الاحداثيات صحيح. التول اللي بتعرف لي الاحداثيات اسمها ديفاين بروجكشن. هلا هالديفاين بروجكشن انا شايفها مرتين مكرره. في عندنا ديفاين بروجكشن كفرج وفي عندنا ديفاين بروجكشن داتا مانجمنت. اللي بتلزمنا لها علاقه بالداتا مانجمنت اللي هي الثانيه، ديفاين بروجكشن داتا مانجمنت. اذا بدي اشتغل على هاي التول بضرب على اسمها. هذه هي التول اللي حنستخدمها. لكن قبل ما نستخدمها، اذا انا بدي اشوف موقعها جوات التول بوكس، يعني صار عندك فضول بدك تعرف هاي التول وين موجوده. كيف بتعرف وين موجوده؟ ما بتكبس على التول، بتكبس على الباث. جبنا انه هي موجوده جوا داخل الداتا مانجمنت داخل البروجكشن اند ترانسفورميشن. يعني لو انا بدي اشوفها هنا داتا مانجمنت تبعه على الليفت، بروح على بروجكشن اند ترانسفورميشن، هيها ديفاين بروجكشن. هذا موقع التول اللي حنستخدمها. لكن بدل ما تدور عليها، انا بشوف انه دائما نستخدم كلمه السيرش او نستخدم السيرش انجن، نكتب كي ووردز او نكتب جزء من التول اللي بدنا نستخدمها ونعمل انتر، تطلع لنا التول اللي بدنا اياها. اذا حنشوف التول ديفاين بروجكشن، نفتح على التول نفسها. بدنا نعرف الكوردينيت سيستم لمين؟ للويست بانك اوتلاين ولا للويست بانك جفرنرز؟ نختار اول شيء الاوتلاين اللي حكينا او تنبأنا انه معموله على البلستاين جريد. بامكانك تروح على الدروب داون منيو تختارها او تعمل دراج دروب، بمسكها من هون وبزتها جوا. مجرد ما مسكتها وزتيتها شو اعطاني؟ النون كوردينيت سيستم. بدي اعرف الكوردينيت سيستم. هلا هذا الكوردينيت سيستم اللي هو حكينا بروجكتد، من وين بجيبه؟ في عندنا بروجكتد وفي عندنا اللي هي الجيوغرافيك، جيوغرافيك وبروجكتد، وفي عندنا كلمه لايرز اللي هي موجود فيها النون. ايش كلمه النون هاي؟ من وين جاي؟ انه انا اللايرز اللي موجودين عندي الاوتلاين والجفرنرز مش معرف لهم كوردينيت سيستم، فلذلك النون. فبروح على البروجكتد. ليش بروجكتد؟ لان تنبأت انه هذه لو بدي اعرف لها بده يكون البلستان جريد، والبلستان جريد بروجكتد مش جيوغرافيك. اذا بروح على كلمه بروجكتد كوردينيت سيستم، بروح على كلمه ناشونال جريدز الاحداثيات الوطنيه. وكانه هون عندك مواقع مختلفه، احنا بهمنا انه احنا نقع في قاره اسيا. بدي ادور على البلستان جريد، اكبس ويريفر
حط كلمة في، ضلك امشي لتوصل لبلسطين 1923 بلسطين جريد. هذا هو موقع فلسطين حسب البروجكتد كوردينيت سيستم. نعمل اوكي، بنعمل اوكي. هلا بيعمل رن، تيجي عندنا اشاره قفل، وبعد ما تنهي اجى عندنا هون انتبهوا اشاره الشاكوش ما صح. هيك العمليه تمت بنجاح. طب كيف نتاكد؟ بروح على اوتلاين بروبرتيز مباشره، اعرف الايش، اعرف الكوردينيت سيستم بلس. لو رجعت لموقع الشيب فايل، انا قبل شوي عملت ديليت للبي ار جي، هي رجع بتاريخ 8/2 اليوم الساعه 11:29 دقيقه، الان رجع لما عملت الرن. انا انتبهتوا عليه؟ اذا هذا الملف بنعمل له كرييشن لما انا عرفت الكوردينيت سيستم للاوتلاين. ستيل عندنا الجفرنريت ما لها بي ار جي، حذفته بس ما رجعته لاني ما عرفت الكوردينيت. انتبهوا، ما في ويست بانك جفرنريت دوت بي ار جي، وانس ان عرفناه بيظهر. اذا هيك عرفنا الكوردينيت سيستم للويست بانك اوتلاين. بنعرف الكوردينيت من خلال ديفاين بروجكشن كمان مره للجفرنريت. وهذه لو بدي اعطيها انا كوردينيت سيستم، بدي اعطيها الجيوغرافيك جريد. احنا موجودين في نظام الاحداث العالمي، وبكون اسمه دبليو جي اس 1984. نعمل اوكي، تيجي اشاره قفل مؤقته بعدها بتختفي. العمليه تمت بنجاح. انتبهوا تحت على اليمين ديفاين بروجكشن، نتاكد بروبرتيز، اجى عندنا دبليو جي اس 1984، يعني تم تعريف الكوردينيت سيستم. لو رحنا على موقع الشيب فايل، ضاف عندنا ويست بانك جفرنس بي ار جي الان 8/2 الساعه 11:30 دقيقه. اذا هيك بنكون عرفنا الكوردينيت سيستم للتو لايرز. انا اعطيتكم اياهم مع معرف، عملنا له ديليت، حكينا لكم كيف نتنبا ايش الكوردينيت المناسب، بعديها عرفنا الكوردينيت المناسب. في حدا عنده اي استفسار الى هنا؟ شو رايكم دكتور؟ بس بالنسبه للمعلومه اللي كنت تحكينا عنها، عن كيف نميز بين نشوف الاحداثيات ونعرف لاي نظام. طيب اذا كانت عندي مثلا في منطقه انا بعرف احداثياتها زي فلسطين مثلا، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اذا انت رحت اشتغلت مثلا في الاردن، في السعوديه، وحد اعطاك كوردين الشيب فايل، هم مش كوردين، بدك تسال ناس عندهم خبره في الجائس في البلد. بهاي لازم المعلومه تكون موجوده عندك. يعني احنا الان بيانات فلسطين تكون اما بلستاين جريد او دبليو جي اس. هلا احيانا انا بوصلني برضه، اذا بدنا نحكيها، في للاسف بيانات مشغوله على الاسرائيلي جريد، بيانات فلسطينيه، اما بكونوا جايبينها من مؤسسات غربه او ما بعرف. بس خلينا نحكي، مش مشكله حدا يعطيك البيانات باي جريد، بس مشكله انه تكون بالاصل معموله على جريد انت مش عارفه محذوف. كيف بدك تعرف؟ يعني الان احنا كانت معروفه واحد بلستاين جريد وواحد دبليو جي اس 1984، حذفناهم ورجعناهم. بس لما رجعناهم حكينا لكم كيف انا تنبأت شو المناسب. بس اذا كان حدا مشتغل مثلا على شيء جوردان جريد مثلا والبي ار جي محذوف، طب كيف بدي احلم حلم انه مشغول على الجوردان جريد؟ فبكون في مشكله. بدي اسال حدا عنده خبره، لما تعمل زوم تو لاير، هاي الارقام من خبرتك اي جريد ممكن يكون؟ وصلت المعلومه؟ اذا لازم يكون في عندك سم كايند اوف اكسبيرينس to tell you which is the most appropriate one. Otherwise, إذا عرفت الجريد، يعني زي ما حكيت، أنا تعطي واحد شهادة ميلاد لكن شهادة ميلاد مش حقيقية. لازم يكون عندك مقدرة تميز إيش الجريد المناسب إذا كان مش موجود. ما هو إذا موجود خلاص خلصنا، أما إذا مش موجود المشكلة. هلا إحنا في عنا الأوتلاين والجفرنرز كان موجود، حذفناه، تنبأنا شو الصح ورجعنا عرفناه. تمام دكتور، عندي سؤال. هسه احنا عرفنا الفلسطين جريد، طب بشو بتطلعنا ارقام كبيره نقدر نعرف وين مكان نقطه الصفر صفر؟ ايش نقطه الصفر صفر قصدك؟ يعني الاحداثيات تكون صفر صفر في الواي في الاكس. بامكانك تعمل جو اكس واي وتحط زيرو زيرو ببساطه، بورجيك وين الصفر صفر. يعني عندك 180 الف 200 الف، هذول لصفر صفر. انت بامكانك تتحرك وين الصفر صفر. يعني واحد بيعطيك الان بالواي 20، ارجع ل 20 بتبين عندك الزيرو وين. تمام. بس شوي بعد اذنكم شباب.
اذا كان عندنا شيب فايلز لهم كوردينيت حذفناه ورجعناه بعد ما تنبأنا شو اللي ممكن يكون مناسب لهذا الشيب فايلز. هلا احيانا لما انت تضيف شيء بس انا اخير لو انا عكست وبدلت مثلا محافظات عملتهم على الـ على الـ على المرجع الفلسطيني وهذيك عملت المرجع العالمي اعتقد بتتغير الامور يعني مكانه ما بيضل زي ما هو يعني زي ما انت تطلع حامل هوية ابوك اه شو اللي حيصير مش حيطبقوا صح يعني بضل عندك انت حامل إشي مش الك حنجربها هلا بنجرب نحذفهم ونعطيها نعطيها إشي خطا هلا بعد ما انا عرفت لهم الكوردينيت خلينا نجرب اعمل لهم ريموف ارد استدعيهم كمان مره المفروض المسج اللي بتحكي ما لهم مش سبيشال ريفرنس ما تظهر وهي ما ظهرت هلا احيانا لما تستدعي ملفات يعني هاي برضه التريك بحكي لكم اياه لما تستدعي ملفات كل واحد لها كوردينيت سيستم احيانا الجي اي اس بعطي يعني اول واحد بتضيفه لو انا جربت بش انا حاب تظهر عندي مشان اورجيكم شو اللي بصير خليني اضيف اول شيء اللي هي الاوتلاين مثلا او حتى الجفرنت تمام وبعديها استدعي الثانيه لا ما ظهرت البديه احيانا ايش اللي بصير انه بيعطي بالذات باللاير بروبرتيز بعطي كوردينيت سيستم لواحد من الثنتين فبيبينوا لك انهم طبقوا فوق بعض وفي حقيقه في شيء غلط فاذا صارت عندك هذه المشكله شو بتعمل بتروح على كلمه اللي هي اشاره هون الاد كوردينيت سيستم انتبهوا على الماوس كيف تتحرك بتعمل كلير شو يعني بتعمل كلير بترجع كل شيء لوضعه الطبيعي إذا كان عندك معرف كوردينيت يعني ظاهرياً بترجع كل شيء لجذوره الأصلي إذا إذا أنت يعني المسج اللي بوصلكم إياها إذا أنت بتضيف عندك لايرز كل واحدة معمولة بكوردينيت وطبقوا فوق بعض بتروح تعمل كليرنس من داتا بروبرتيز هون لاير بروبرتيز بتعمل كلير للكوردينيت سيستم هيك الآن واضح إنه عندنا كل واحدة منهم موجودة في مكان جغرافي معين كيف الآن نوقعهم فوق بعض؟ بدنا نحول واحدة من إلى الأمر اللي بيعملنا transfer للبروجيكشن اسمه project define projection عرفنا project بدنا ننقل واحد للثاني اللي هو بين قوسين هيو project data management يعني مجرد ما أنت عملت search على project هم ظهروا اثنين ظهر عندنا define projection عرفناهم لأننا ننقل من نظام إلى آخر ضمن project data management بدنا نعرف مثلا الgovernorates اللي هي موجودة بنظام الإحداثيات العالمي WGS 1984 بدنا نعطيها إحداثي فلسطيني الآن الميزة برضو الموجودة إنه بترك الشيب فايل الأصلي في مكانه واسمه بإمكانك تنتهي بشيب فايل جديد واسم جديد فخلينا نعطيه اسم جديد بمكان جديد دخزنه في التراش أسميه West Bank Governorates underscore هذا اللي هو بدنا نعطيه بروجكتد هذا بدنا نعمل له نظام المحلي الاوتبوت كوردينيت سيستم بدنا نعطيه البلستاين جريد هلا ما في داعي تروح تدور وين موجود البلستاين جريد بتروح على كلمه لايرز اوريدي بتكون موجوده يعني ما في داعي تدور عليه من البروجكشن لانه في عندك واحد اوريدي من اللايرز لها البلستاين جريد نختار اوكي نعمل اوكي هلا حيجي عندنا شيب فايل جديد اسمه West Bank Governorates underscore project هيو اجا اذا بعمل زوم تو لاير اطفي هاي اللاير شو شفت تحت منها ال West Bank outline طب اذا بطفي ال West Bank outline ما ظهرت عندي ال West Bank Governorates السبب انه ال West Bank Governorates projected وال outline معمولين الثنتين على البلستاني جريد اذا بيوقعوا فوق بعض اما الجفرنورتس معموله على الجيوغرافيك جريد فحتكون في مكان مختلف الان مره ثانيه انتبهوا زوم تو لاير الاحداثيات 170000 180000 نفس الكلام للاوتلاين اما اذا بنروح زوم تو لاير الجفرنورتس رجعت 35 32 اذا اللي صار عندنا لحد الان في عندنا
كان عندنا ويست بانك اوتلاين ويست بانك جفرنرز، هذول المعلومات كلهم لفلسطين بدي اشتغل عليهم، لازميني مش متطابقين فوق بعضيهم، فعرفت الكوردينيت سيستم المناسب وحولت وحده للثانيه. اي سؤال الى هنا؟ واضح يا شباب صبايا؟ واضح الامر؟ ايش حدا بحكي؟ تمام دكتور، واضح واضح. هلا سال زميلكم، طب اذا انا بيجي بعطي وحده احداثي غلط، يعني اللي الاصل كانت لازم تكون على ال WGS اعطيتها بالستاين، واللي لازم تكون بالستاين اعطيتها WGS، شو راح يصير؟ نجرب هاي القصه اللي بحكي فيها. واضح واضح. طيب نروح على التراش، خلي الملفات الاصليه زي ما هم، بدناش نخربشهم. اعمل لهذه ريموف، اروح على التراش المكان اللي انا خزنت فيه. ظهرت عندنا دبليو بي ويست بانك جفرنرز بروجكتد، وهي ملف البي ار جي، بدي اعمل له ديليت، ارد ارجع استدعي، يعني هذول خلينا نشيلهم، ارجع استدعي الويست بانك جفرنرز اللي شلنا لها الكوردينيت سيستم اللي مخزن على التراش. اجت عندنا المسج انه ما في ريفرنس، وحتى لو ما لهاش ريفرنس، اذا انا بعمل الزوم زي ما انتم شايفين هذه معموله على البالستاين جريد. هلا ظهرت عندنا هون كلمه ديسيمال ديجري، من وين اجت هاي الديسيمال ديجري؟ اذا ظهرت عندك ومزعجتك لايرز بروبرتيز، تروح على كلمه جنرال. لما ضفنا قبل شويه واحد من اللايرز اللي كان اسمها ويست بانك جفرنرز ومعموله على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، مباشرة انتقلت اليونتس اللي لها ديسيمال ديجري وظلت معرفة هنا. فبدك تريح حالك مبدئيا مشان تضلك متخيل، اعملهم انون. يعني انون افضل ما تكون ديسيمال ديجري، لانها ال 190,000 وال 180,000 اكيد مش ديسيمال ديجري. مين الديسيمال ديجريز اللي هي 32 35؟ اذا رجعناها انون. يعني بس هي حقيقة هاي بالميترز، يعني هذه بتكافئ 170,000 180,000 200,000 متر حسب اللوكال بالستاين جريد اللي هو بالستاين 1923 جريد. هلا اللي بدنا نعرفه انه ما لهاش كوردينيت سيستم، هاي بروبرتيز انديفايند، لكن احنا متاكدين بناء على الخبره اللي اكتسبناها اليوم انه لو بدي اعرف لها كوردينيت سيستم المناسب لها، شو اسمه؟ شو رايكم؟ دبليو جي اس 1923 بالستاين جريد 1923، هذا المناسب لها. لكن انا بدي اعتبر انه مش هذا المناسب، بدي اروح اعطيها اللي هو دبليو جي اس 1984 اللي هو الجيوغرافيك 1. بدي اروح على كلمه جيوغرافيك على الويلد واعطيها نظام الاحداثيات العالمي. تمام، بروح على اللاير بروبرتيز، اعطاها نظام الاحداثيات العالمي 1984. زوم تو لاير، اصلا هي اوريدي زوم تو لاير. هلا معقول يكون في عندنا هيك اللي بدي احكي لكم اياه، او اللي لازم تكتسبوه كخبره. في عندي بيانات معموله على الجيوغرافيك جريد، يعني اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض، بتظهر عندنا 170,000 و180,000، واحنا متاكدين من خبرتنا انه فلسطين حسب خطوط الطول ودوائر العرض تقع شيء وذن 30 بلس. اذا ايش اللي صار؟ انت اعطيتها شهاده ميلاد مش لها، هاي شهاده ميلاد مش حقيقيه. وصلت المعلومة؟ الدليل لو أرجع أضيف عندي آد اللي كان موجود عندي في exercise 2 اللي مشغول على الكوردينيت سيستم العالم اللي هي الجفرنرز اللي هنا، نعطيهم لون مختلف. لاحظ الآن ما وقعوا فوق بعض، وأنا شايف الآن بالدليل انه هاي لها دبليو جي اس 1984، وكذلك هذه لها دبليو جي اس 1984. يعني انت ضفت الان تو لايرز لهم نفس الكوردينيت سيستم بس مش واقعين فوق بعض، اذا بكون واحد منهم عرف غلط. وصلت المعلومه اللي سال قبل شوي انه لو انا عرفت واحد للثاني؟ اذا مره ثانيه ما بصير
تعرف coordinate system خطأ لأنك أنت عملت cheating للجي اي اس وبالتالي هو أعطاك إنه WGS 1984، لكن حقيقة هو مش هيك. فأنت مصر إنه هيك، هو بيحكي لك لا هاي البيانات مش واقعين فوق بعض. فضروري جدا تعرف الشيء المناسب للبيانات قبل ما إنك تحاول تعرف coordinate system، لأنه أنت مرة ثانية بتخدع نفسك وتخدع السيستم وحيضل بعاد عن بعض أو مش منطبقين على بعض. يعني الفكرة أنه ممكن هي واحد يجي يسأل، طب بدل ما أني أنا أعرف الصح وأعمل ترانسفير، أنا من البداية بدي أعرف اللي بدي أعمل له ترانسفير. يعني أنا عرفت باليستاين جريد وبعدين حولته لـ WGS، طب خليني من البداية أعرف WGS. لا بزبطش معك، لازم بالبداية تطلع شهادة الميلاد الفلسطينية، ولما تروح تسافر على أمريكا بتعمل شهادة ميلاد أمريكي، بتعملها تكافؤ. يعني زي الآن بخلص مثلا، أنا خلصت دكتوراه من ألمانيا، لما جيت اتعينت في الجامعة عملت أكريديتيشن بسمها معادلة الشهادة، فبوزارة التعليم أعطوني معادلة إنه هاي الشهادة اللي من جامعة فلانية في ألمانيا تعادل درجة الدكتوراه حسب التعليمات الفلسطينية، بس أنا ما أخذ دكتوراه من فلسطين. نفس الكلام هنا، إذا أنا بدي أعمل معادلة لشهادة فلسطين لازم أول شيء أعرفها بالنظام العالمي، بعديها بعرفها بالنظام المحلي. اما بتيجي مباشره، يعني بدي اطلع شهاده، انا مصر اطلع شهاده دكتوراه لي اني انا مخلص دكتوراه من جامعه النجاح، ما هو مش صحيح هذا الكلام. فبيضل عندك في شيء مش حقيقه او مزور. فاول شيء بتطلع الامور بنظامها الصحيح، بعديها بتنقلها او بتعمل لها معادله او بتعمل لها ترانسفير للنظام اللي انت بدك اياه. غير هيك بيكون في عندك شيء خطا. لذلك مشان نخلص من الخطا نرجع نعمل لهاي ريموف ونروح على مكانها في التراش، بنمسح ملف الخطأ اللي هو البي ار جي. لو رجعت عملت لها اد اللي هي من التراش، اعمل راح الكوردينيت، لكن زي ما حكيت لكم لو انا بدي اتنبأ فيه هو اكيد البلستاني جريد، لان لما بعمل زوم تو لاير بيعطينا 170 200 الف، وهذه مرة ثانية ستيل موجودة على أي نظام؟ نظام الجيوغرافيك 1. طب البيانات اللي استخدمناها في اكسرسايز 1 اللي ما كان معرف لها الكوردينيت سيستم، نستدعي واحد منها نشوف شو هم. تتذكروا في اكسبلورينج ارك ماب وارك كتالوج استخدمنا الكوميونيتيز والجفرنورتس والاوتلاين والرودز، نجرب نضيف مثلا الرودز. اعطانا المسج انه ما لها كوردينيت. لما اعمل زوم تو لاير انطبقت فوق مين؟ فوق الويست بانك جفرنورت بروجكتد اللي ما الها كوردينيت سيستم، يعني هاي ما الها كوردينيت سيستم، والرودس اللي ضفتها ما الها كوردينيت سيستم. اما الجفرنورتس الها كوردينيت سيستم اللي هو WGS 1984. كونهم ما انطبقوا عليها، يعني ما انطبقوا على اللي الها كوردينيت سيستم WGS 1984، اذا هم لهم كوردينيت سيستم مختلف. كيف بدنا نتنبأ فيه؟ زي ما حكيت لكم بعمل زوم تو لاير وعندنا الاحداثيات تتحرك اللي هي 170 الف 200 الف، اذا اعرف انه هاي البيانات اللي هي الرودز او الجفرنورتس اندرسكور بروجكت هذه المناسب لها باليستاين 1923. فاي واحد منكم في البيت يعني بامكانه يجرب التمرين اللي عملناه، وجرب اي شيب فايل احنا اوريدي اعطيناكم اياه ضمن تمرين واحد، وحاول يعرف له الكوردينيت سيستم الصحيح. أي سؤال إلى هنا؟ طيب الأمر الآخر، لما أنا أعرف الكوردينيت سيستم افرض أعمل كمان مرة ديفاين، بدي أروح أختار اللي هي البروجكتد أنون. ظاهر عندي أنا هون بالفيفوريت، ظاهر عندي الإحداثيات اللي هي الفلسطيني والعالمي. من وين جبتهم أنا هون؟ اللي هي بدل ما انك كل مره تبحث عنهم ضمن الاحداث المحلي او الاحداث العالمي، انا بدي اعرف هاي على البلستان جريد، بروح لاول مره على بروجكتد ناشونال جريدز، نروح على اسيا، وهذه عندنا البلستان. وانس انك وصلت للي بدك اياه، طبعا في للاسف اسرائيلي جريد، احنا بنروح على البلستان جريد. وانس انك وصلت له تكبس على كبسه اد تو فيفرت، لان هاي لانها اوريدي بالفيفرت مش فعاله، لكن لو بروح على اي جريد اخر تفعلت كلمه اد تو فيفوريت. وانس انك انت ضفتها للفيفوريت بتصير موجوده عندك
وما في داعي تروح تدور عليها كمان مرة. فلذلك أي واحد منكم لأول مرة بيشتغل عليهم بروح على البلستان جريد، مجرد ما وصله بيعمل Add to Favorite، وعلى WGS Add to Favorite. فقط هدف هاي الخطوة إنه توصلك للتو Coordinate Systems اللي بهمونا بدون ما تدور عليهم، لأنه يعني أمامكم إحنا جربنا بالفيديو منروح على الويرد أو منروح على آسيا وناشنال جريد، بس ممكن تروح تنسى. الأسهل إلك إنك تضيفهم على الفيفوريت، بيضلوا موجودين أمامك. هذه برضو من المعلومات اللي بحب أحكي لكم إياها. لما تسكر البرنامج طب دكتور بضل محفوظات؟ لما تسكر البرنامج بضل موجودين، بس إذا عملت أن إنستول وإنستول بردوا يختفوا. أجرب أنا أسكر البرنامج Save Changes Now. أستدعي كمان مرة. رد نضيف التو لايرز من اكزامبل 2. تمام، نروح على اللي هي ديفاين، نكتب هون بروجكت انتر، ديفاين بروجكشن داتا مانجمنت، بنروح نختار الاوتلاين مثلا. هو معرف لهم الكوردينات بس نتاكد انه ضل عندنا التول ما يخدم ولا لا. ضلوا موجودين بالفيفوريت. متى بيختفوا من الفيفوريت؟ اذا زي ما حكيت انا انت شلت البرنامج رديت نزلته بخطف، بس انه مجرد ما انك ضليتك شغال بيضلوا موجودين. هلا في شغله هنا زوم تو لاير اللي كنت انا بدي اورجيكم اياها، مبسوط انه ظهر عندي هنا. هلا متاكدين احنا انه الاوتلاين لها كوردينيت سيستم بالستاين جريد والجفرنوريت لها كوردينيت سيستم دبليو جي اس 1984. طب كيف انطبقوا على بعض؟ شو اللي صار؟ مين بيعرف شو اللي صار؟ حكيتها من شوي انا بس مين لقطها؟ اذا انت عندك تو شيب فايلز كل واحد معرف بكوردينيت سيستم ولما ضفتهم وقعوا فوق بعض، هذا ممكن شيء يخدعك. شو اللي صار؟ اللي صار انه في عنا تم تعريف coordinate system ظاهري أو بصري، هذا اللي خدعنا. كيف بخلص منه؟ بروح على كلمة layers properties coordinate system، هذا هو شايفين هنا، يعني وكأنه بصريا أعطى اثنين اللي هو coordinate system الجغرافي. كيف نخلص من هذه المشكلة؟ تعمل clear. clear انتبه هون في عندك إشارة اللي هي هذه coordinate system، هيك بتكون. بنعمل clear للcoordinate system. اوكي، اعمل زوم تو لاير، رجعوا كل واحد في مكانه. نتاكد الاوتلاين زوم تو لاير بيعطينا منطق 170,000 200,000، الجفرنوريت زوم تو لاير منطق بيعطينا 35,32. اذا برد بعيد، اذا انت ضفت مجموعه من اللايرز ومتاكد الكوردينيت سيستم اللي لهم مختلف لكنهم واقعين فوق بعض، بدك تعمل ازاله او تعمل كليرنس للكوردينيت سيستم من الداتا فريم. يعني بتدخل على داتا فريم بروبرتيز بتعمل كلير للداتا للكوردينيت سيستم اللي موجود. هذا ممكن يخدعك يعمل لك مشكله. تمام هيك؟ اي سؤال يا شعب؟ تمام دكتور. لا، سال احد زملائكم في الشعب الاولى كان عنده مختفي التولز اللي تحت، يعني ما كان يظهر عنده الكوردينيت سيستم. لما كنت احكي لهم اعمل زوم تو لاير وتطلع على الاحداثيات بحكي لي مش مبين. هلا بعد التجربه والتمحيص والطلاب كلهم يعني صارت زي مهمه عامه، انا حاولت وما بينت معي لانه ما مرتش علي. واحد من الطلاب هو يجرب بينت من هون، بتروح على فيو سكرول بار هاي، لو انا الان عطلتها اختفت الان التولز اللي هون تحت، اختفت. كيف بترجعها فيو سكرول بار؟ رجعت، لانه احنا فيما بعد حنتعرف على هدول اللي هي لاي اوت فيو. لما بدي اعمل تحضير للخرائط بنحضرها من خلال لاي اوت فيو مش الماب او الداتا فيو. احنا لحد الان شغالين على داتا فيو، لكن فيما بعد حنتعرف على اللاي اوت فيو. يعني هاي برضه حبيت احكي لكم اياها، لان ممكن تصير مع اي واحد فيكم يختفي بعض الادوات اللي هنا. هلا في امور برضه
ممكن تخفيها من هون تعرف كيف ترجع لها. اذا انا بروح على الديفرنت تول بارز هون رايت كليك، في عندنا هون الستاندرد شايفينهم، اذا بطفيها اختفت بعض الادوات الرئيسيه هون. اذا صارت معكم بتكون موجوده ضمن اللي هي الستاندرد. وفي عندنا كمان لو انا بروح على الكستمايز، اذا بروح على كستمايز مود، في عندنا هون موجودين يعني هاي بعض الامور ممكن نرجع لها بعدين. في عندنا الستاندرد هيهم، وفي عندنا التولز اللي هم التولز الاصليات، هذول اللي اذا انت طفيتهم ممكن تختفي عندك شريط الادوات الرئيسي، تعرف كيف ترجع له. يعني هيهم سيلكتد هنا. الاديتور هذا مش مشكله يعني برجع له بضيفه، بس المهمات اللي هي المين منيو، حتى هاي ما بدي اياها، المين منيو اللي هي فيها الفايل والاديت والستاندرد منيو، الستاندرد ون، البقيه بامكانك انت تضيفهم. يعني هاي اذا ما لقيتهم بهذه الصوره اعرف انهم تعطلوا بطريقه معينه، بامكانك ترجع. يعني الجي ريفرنسنج حنستخدمه في المحاضرات القادمه، طفيته ما عنده مشكله. بالاصل انت لما يعني تعمل انستول للجي اي اس لازم يظهر عندك بهي الصوره، هاي الاصليات اللي هم ببساطه المين منيو والستاندرد منيو والتولز، هذول لازم يكونوا ظاهرين عندك. لاي سبب مش موجودين، لاي سبب حدا اختفى منهم، كستمايز مود بكونوا طافيين بتضويهم. وصلت المعلومه؟